بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الرابع للخيل العربية لاصلة كافة ولمسافة 1700 متر من أمام المقصورة الرئيسية. تمر الجيادة 14 راس في هذا الشوط، اندفاع قوية من المركز الأول هنا عدي الوجبة، ولكن بنت عامر ومحاولة أيضا من رقم 5 دجلة زاخر مارك ليرنر. إذا مارك ليرنر والصعود إلى المركز الأول مع دجلة زاخر من سلالة مناحس، المدرب محمد سلامة عاشور ملك السادة مربط زاخر. من الجهة الداخلية تقدم الآن مرة أخرى لعدي الوجبة من سلالة حطين مع المدرب المالك السيد مبارك محمد الخيارين ويون بابتيس هامل. ثالث المراكز مع السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري من خلال فواز المدرب محمد رياض والمعتصم لوشي بالشعار الأصفر والأسود. المركز الرابع في محاولة قوية أيضا من شيزام سي اس. الآن الجياد أربع جيات تتقدم إلى المراكز الأولى، لازلنا مع دجل زاخر في المركز الأول، عدي الوجبة الآن في المركز الأول، دجل زاخر في المركز الثاني، محاولة من فواز في المركز الثالث، متابعة قوية أيضا في ثالث المراكز مع صاحب المنال والخيال جيمي جامبر. الجياد الآن عند المنعطف قبل الأخير وتتجه نحو المنعطف الأخير، لازلنا مع عدي الوجبة في الصدارة من سلالة حطين ودجل زاخر في ثاني المراكز، بينما بنت عامر في المركز الخامس الآن تتقدم وتندفع. هنا التوجه نحو الانعطاف الأخير في الشوط الرابع للخيل العربية لاصلة كافة، آخر 350 متر لازلنا نتابع. هنا محاولة قوية من صعب المنال من الجهة الخارجية بنت عامر، ومحاولة قوية أيضا دجلة زاخر مارك ليرنر إلى الصدارة في المركز الأول. بنت عامر من وسط الجياد عدي الوجبة ومحاولة، فعلا منافسة قوية من وسط الجياد، بنت عامر أبرز الترشيحات، صعب المنال دجلة زاخر وبنت عامر، بنت عامر محاولة ربما خسر الصدارة من صعب المنال، ولكن بنت عامر فعلا بنت عامر وأداء جميل وكان فعلا في منافسة قوية مع صعب المنال. النتيجة النهائية إذن صدارة مع بنت عامر رقم 4 المدرب البندميول ملك السادة مقرن والخيال ستيفن لاجاج. ثاني المراكز في هذا الشوط لصعب المنال مدرب جاسم الغزالي ملك السيد خليفة بن إشعيل كواري والخيال جيمي جامبر. المركز الثالث لرقم 5 دجلة زاخر المدرب محمد سلامة سالم عاشور ملك السادة مربط زاخر والخيال مارك ليرنر. المركز الرابع لرقم 9 من خلال النهاب المدرب حسين محمد عاشور ملك السيد راشد فهد عمير الجبر النعيمي والخيال أنس السيابي. خامس المراكز لرقم 7 عدي الوجبة ملك وتدريب السيد مبارك محمد مبارك الخيارين والخيال يون بابتيس هامل. إذا ألف مبروك للفائزين في الشوط الرابع وأربعة أشواط أخرى متبقية في هذا المساء، ابقوا معنا.